البقولة ايه نعطيك حاجة في الفران، إلا بقى موخة. في وقت نعطيك واحد الحليوة يلا ديال تفضلي. الكاوكاو ولا بقات سيدة. المهم نعطيك البقولة، انتي كتاخدي تقريبا شي جوج ربطات ولا ثلاثة ديال البقولة. ايه المهم كتغسليها مزيان، كديريها في بانيو كترقديها مزيان، تتحيد منها داك التراب وداكشي. من بعد كتسوسيها مزيان وكتقطعها كتقرضيها رقيقة ايه وكديريها في كسكس كتخليها تفور. كتاخدي مقلة كديري فيها ربيع يكون بزايد، كديري المعدنوس كتكتري على القزبر، المعدنوس يكون غالب على القزبر. ايه ايه كيتسقرد رقيق. كديري 3 دراج ديال الثومه محكوكين، كديري شويه الكمون، سكنجبير، البزار، شويه ديال السودانيه، كديري زيت العود، كديري شويه ديال الملحه، كديري حامضه معصره، وشويه ديال التحميره. هادشي كلشي كتديري لي واحد، زيدي لي واحد شويه ديال الماء تقريبا نص كاس، وكتخليه فوق البوطه كيبدا حتى كيصبخ على خاطر خاطر. من بعد كتاخدي البقوله من بعد ما فورت وداكشي وصافي، وكتشديها وتنشفات شويه من داك الماء ديالها، وكتوضعي على داك في المقله وكتبقاي تديها وتجيبيها كتشحر مزيان، صافي كتبقى حتى كتنشف من الماء وكتحطيها. حيت تديريها في اناء التقديم كتزينيها بالزيتون بالزيتون. الاحمر وكتزينيها بالحامض مسير فعلا وتقدميها يعطيك الصحة. بالحرارة. ايه بقولة ممتازة. مشي اقترح تاني، قلتي حرشة في الفران ياك. ايه كديري فيها نص كيلو ديال السميدة رقيقة، نص كيلو ديال السميدة رقيقة. ايه كديري واحد الخمارة ديال الحلوة، ايه معلقة كبيرة ديال الخميرة معجونة، معلقة كبيرة ديال الخميرة معجونة، ايه كديري نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزبدة مدوبة، نص كاس ديال الزبدة مدوبة، كاس ديال سنيدة، كاس ديال السنيدة، شوية ديال الملح، شوية ديال الملحة، نص سترة الحليب. ونص سترو ديال الحليب. ايه صافي كتخلطي العناصر كاملة، كتخلطي الخميرة مع الخمارة مع الزيت مع الزبدة، كتضربيهم مزيان وكتضيفي سنيدة والملح. من بعد كديري سترة الحليب، عاد باش كتبدي تكبي سنيدة بشوية بشوية، كتخلي واحد شوية باش كترشي بيه المقلة بالزبدة وكترشيها بالسميدة، وكتوضعي الخليط وكتكون كيكون الفران ديجا مسخن، كتنقصي عليه وكتدخليها تطيب. راه كتجي ممتازة زوينة، هي دي حرشة في الفران، يعطيك الصحة. تقدم بالنسبة بصراحة. للكوتي حلوة ديال الكاوكاو. بالنسبة للأخت اللي بغات الحلوة ديال الكاوكاو، نعطيك هذه ديال الأخت ملكة الحلاوية عطارة، هذه راه كتجي زوينة بزاف مفقعة وزوينة. كديري نص كيلو ديال الكاوكاو مقلي ومطحون، نص كيلو ديال سنيدة، نص كيلو ديال الكوك، نص كيلو ديال الكوك. ايه كديري جوج خمارات، جوج فاني، جوج معالق ديال الكوفيتير، كديري 7 ديال البيضات. 7 ديال البيضات. كتاخدي سنيدة كطربيها مع البيض، صافي كتضيفي المكونات بشوية بشوية، كتجمعي كل شيء كديري في واحد الإناء وكتغلقي عليه وتتخليه واحد ساعتين. من بعد كتبدي تعاودي ثاني تخدمي شوية بيدك، تكوني مسخنة الفرن وتقصي عليه، كتبدي تكوري وتتغمسي ديك في المزهر، تبدي تكوري كتفندي في سكر كلاصي كتحطي في اللاطة، كتدخليها طيب وتخرجيها كتجي مفقعة، كتجي زوينة صراحة، وتتقدميها بصحة والراحة. من يلا يعطيك الصحة بارك الله فيك. لكل ملكة أم سارة.